السلام عليكم. الويزا ديال الام ايمان، اليوم ان شاء الله حاولت نشارك معكم هذا التطبيق هذا ديال الجوهر الهندي او العقيق الهندي. بالنسبه لهذا العقيق هذا البنات، انا ديجا خدمت به واحد اللبسه الكليانه شي عام وزياده، قول عامين تقريبا. غادي نخلي لكم الفيديو ديال هذه الخدمه اللي خدمت بهذا الجوهر الهندي، غنخليها لكم في اول تعليق او لا في صندوق الوصف ان شاء الله. صراحه طلعت اللبسه فنه ان شاء الله، نتوما غتشوفوا غادي تحكموا. اليوم ان شاء الله درت معكم هذا التطبيق هذا. كاينين بعض الاخوات كيبغيو شي جليليبه خفيفه، يمكن لها ديرها بلس صفه، يعني من الفتحه وتبط بها حتى لتحت كتجي خفيفه، اولا يمكن لكم ديروها في الجناب ديال السفيفه. وكذلك الا كاينين شي لبسه ديال التكاشط كيجيو عامرين ولا قفاطين، يمكن لكم تهبطوا بها الخراطي، يجيو خراطي هابطين حتى لتحت كتجي فنه الصراحه. هذاك الشيء حاولت نغير لكم شي شويه، وكنتمنى يعجبكم الفيديو طبيعة الحال. الا عجبكم ما تنساونيش باللايك ديالكم البنات، اللايكات البصمه تجي والتعليق تكون زوينه، كثروا لي في التعليق باش يطلع شويه فيديو. واللي ما مشتركاش في القناه ديالي تشترك في القناه وتبرك على الجرس باش ان شاء الله يوصلها كل هو ما جديد. دائما ام ايمن كتموت عليكم داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وشكرا لكم. السلام عليكم، الويزا ديال ام ايمن، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بخوالاتي، مرحبا بميمات، مرحبا بجدادات كذلك اللي تحقوا في قناتي، مرحبا بكم. ودائما القدامات مرحبا والف مرحبا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. اليوم الدرس ديالنا الشكل الثاني ان شاء الله اللي قلت لكم في الفيديو في الاخر ديال الفيديو السابق، شكل مختلف. انا غادي نوريكم كما كنقولوا الجوهر هندي او العقيق هندي كيما وريتكم. هذا بصراحه غزاله البنات، انا البنات هذا راه ديجا خدمت به واحد اللبسه الكليانه، ان شاء الله غادي نخلي لكم الفيديو ديال هذيك اللبسه في غتلقاوها في صندوق الوصف ولا اول تعليق، غادي تشوفوا كيفاش خدمت به. صراحه كتجي الخدمه زوينه زوينه، يعني كما قلت لكم في الفيديو السابق، يعني كاين انواع ديال الحجر خصنا نستغلوا ونخدموا بهم. غنحتاج انا هاد الحجيرات هادو في الاول البنات كان كيديروا قيلة، هذا كان غالي، استغفر الله العظيم جريته وقطعته. هذا كان غالي في الاول، كان كيدير 100 درهم 10 فرانك الخيط، 100 درهم البنات. هذا فاش يلاه خرج كنا خديناه ب 100 درهم الخيط. غنحتاجو هذا كما كتشوفوا، هو راه كيقطعو ها كيفاش كيوليو صغيور، كيجي على شكل الرمز الاكبر او الاصغر. شتو كيفاش داير؟ كيجي بحال شكل الرمز الاكبر والاصغر. وغنخدو نحتاجو زمرد، وغنحتاجو السيبوره الصغيوره. صافي ثلاثه الاشكال اللي غناخدو. غادي نبدا على بركه الله. دائما الخيط يكون على اربعه الشعرات البنات، حيت ضروري خصنا يكون خيط صحيح مهم، على حسب يعني مع مده ربما يتقطع لكم. هذا الشيء كيديروا بزاف ديال البنات غير على جوج شعرات، لا على اربعه. غنبداو على بركه الله. غادي نجي هنايا بدايه ديال الرشمه. بالنسبه لهاد الزواقه يمكن لكم ديروها في بلاصه السفيفه، يعني نص الطوق، اولا ديروها في الشنب ديال السفيفه، يعني كتزوقوا بها. غادي ناخذ هاد الرمز الاكبر، او لا نسميه انا الرمز الاكبر راه كيبان لكم الرمز الاكبر. هنا شنو غنديروا؟ غادي ناخذ من هذا الرمز هذا، ناخذه من هنايا كما تشوفوا. غنحاول نكبر لي عفوا الكاميرا، الا قلت لكم راه 4 الصباح الارب وانا كنصور الفيديو. غادي ناخذ هذا العقيق الهندي، ناخذ من هنايا يعني هكا، هذا التقويصه غنخلي بلا ديالي من تحت. ناخذ 4 الحبات، ويمكن لكم تاخذوا 4 الحبات او لا 5 مباشره، يعني تركبوهم هكا. ناخذوا 4 الحبات او لا 5 على حسب كل واحد وشنو بغي. انا غندير غير 4 الحبات كما كتشوفوا، وغادي نجي هكا وندفع مزيان باش ما يبانليش الخيط نهائيا. حاول ناخذ العبار ديالي ونجيبها في الوسط. دائما انا كنقول للبنات المبتدئات اللي بغاو يتعلموا يخدموا على راسهم هكا، نحاول نزيرها هكا كما كتشوفوا. اشنو غندير دابا؟ نعاود الخدمه ديالي، نثبت دائما ثبتوا. ملي تكون عندنا بحال هكا الجوهر يعني كتخافوا يبقى يتمل لكم، كنحاول ما امكن نرجع ونرجع نثبت مزيان هكا كنرجع ندخل الخيط ديالي مزيان وندفع باش نزير باش ما يتزعزع عليهاش، ونعاود ندخل الابره ديالي. غناخذ حبه ديال زمرد اولا
كما كنقولوا كاين زمرد كاين او لا بيرلا، يعني ماشي ضروري زمرد او بيرلا. وغادي نجي نديرها فينا وغادي نثبت الزمرد ديالي هكا ونرجع عاوتاني نرجع ثبتها مزيان هكا. وهنا اشنو غنديروا؟ هنا ما غاديش نجي كما بديت هزيتها في الاول، يعني الخدمه الاولى مره غادي نهزو كما وريتكم هكا. الخدمه الثانيه فاش غنسدو الزمرد غادي نجيو هام لينا غندخلو ليبال ديالنا العكس ديالها. ناخذ كذلك اربعه الحبات ديال هذا الرمز اكبر او الاصغر، انا جاني بحر غادي نسميه انا وغندخل الابره ديالي هكا وغادي نجيو هكا غنحصلوا على هذا الشكل هذا. وغنجيبوا الرشمه ديالنا في السطر نيشان هكا كما كتشوفوا. صراحه البنات والله الا كتجي فنه. هنايا كنعاود كذلك غادي نرجع هكا ونزير الخدمه ديالي، دائما نزيروا الخدمه ديالنا نعاود ندخل الابره. واخا راه هو على اربعه يعني كنعاودوا نثبتوا حاجه مزيانه، يعني يعني فاش كتكون لبسه ديال الكليان راه ضروري خصكم تخدموا مزيان. غناخد حبه ديال السيبوره هكا وغنديرها هكا، نجيبها هنايا كما كتشوفوا، غنجي نثبتها من الجهه الاخرى هكا حيت فيها تبارك الله حتى هي عندها اربعه ديال العوينات او لا سته العوينات. نثبت هاد السيبوره مزيان، يعني حاولوا خدموا يعني خدمه تكون متقونه، يعني ماشي صافي غير كتعلمي تعلمي ولكن تعلمي داكشي بلاصتو. نفس الطريقه غنعاود نخرج الابره ديالي هنا حداها، ما نضيقش باش ما يجينيش كما قلت لكم في فيديو اخر الزواقه اللي قبل. الا قربنا دائما الا زيرنا العقيقه او لا اي حجره كي كنحيدوا الخدمه ديالنا من المرمى كتبقى تهرب، يعني خصو يجينا مقابلين. يعني دابا بالنسبه لي انا غادي نخرج الابره ديالي ها فينا صافي. دابا انا كنحاول نخرج الابره ونشرح لكم حيت انا ما كيبان ليش مزيان. هنا عاوتاني نفس الطريقه غادي نجي من هنايا ناخذ كيف من هاد الثنيه، يعني من هاد الثنيه غنخرج الابره ديالي. غادي نهز اربعه الحبات كنمشيو بعدد واحد، درتو اربعه ولا درتو خمسه سيروا بنفس العدد اللي خدمتو به. نفس الطريقه هكا وندفع، دائما ندفعو باش تجينا الخدمه ديالنا هي هذيك. وناخذ العبار ديالي، دابا انا عندي عيني ميزاني في العبار هكا ونرجع نثبت نرجع نثبت الخدمه ديالي هكا. ركز مزيان حيت انا راه ما كيباليش البنات، راه كنميل راسي باش كنشوف الكاميرا ملاقيه يعني ديك التليفون يعني مطاكيني هكا. وغادي نشد عاود حبه ديال الزمرد. بغيتو ديروا الالوان في العقيق ماشي غير لون واحد، يعني الا بغيتو ديروا الالوان سواء في زمرد او لا البيلا كما كتشوفوا. غادي ندير زمرد ديالي هكا ونرجع نثبتها عاود باش كنجي. علاش كتشوفوني كندير هاد الطريقه؟ كنثبتها هكا ونعاود ونهز الخدمه ديالي مباشره، يعني بلا ما ندخل ونرجع عاوتاني. نرجع غادي ندير عاوتاني كذلك اربعه حبات ديال جوهر هندي او لا كما كنقولوا الرمز الاكبر او لا الاصغر كما سميتها انا دابا هكا. ونمشيو بهاد الطريقه، يعني كنحصلوا بهذا الشكل هذا مختلف صراحه. حتى هذا الشكل كتجي زوينه بلاص السفيفه اولا بلاصتر عفوا الجنب ديال السفيفه، يعني كديروها بلاص السفيفه اولا كديروها الجنب ديال السفيفه كتجي صراحه الخدمه غزاله البنات. يعني علاش قلت لكم ديجا كنقول لكم راه كاين انواع ديال الحجر اولا العقيق اولا الجوهر، كاين انواع احنا خصنا نستغلو، يعني خصنا نستغلو هذا الحجر هذا هكا. ناخذ حبه ديال السيبوره ونثبتها كذلك من الجناب، نثبتها مزيان حيت باش كتكون الخدمه متقونه راه كتكونوا كتكسبوا الكليان ديالكم. الا كانت الخدمه ديالكم يعني مرخوفه راه بزاف الكليانات غادي يهربوا لكم صافي. نفس الطريقه غناخذ اربعه الحبات ديال هاد
جوهر هندي او كما سميته انا الرمز الاكبر او الاصغر، ناخذ كذلك 4 حبات بهذه الطريقه ونسرحها مزيان كما كتشوفوا. شو كيفاش كتجي، كتجي بصراحه خدمه زوينه، يعني شكل مختلف هكا. ودائما ناخذ العبار ديالي، يعني كندفع الحد ديال هذا العقيق هذا باش ما يبقاش واحد السباس ديال الخيط، يعني يبقى يمشي لنا ويجي لنا العقيق ديالنا، يعني كنزيرو رجع كما كتشوفوا. وكذلك غناخد حبه ديال زمرد او ناخد موبيلا اللي يعجبكم. غادي ندخل الابره ديالي غير بشويه. دائما خدموا الخدمه ديالكم البنات غير بالعقل، غير بشويه، ما تسرعوش ما تسرعوش يعني، وما تقلوش يعني، هي دابا غناخذ عاوتاني 4 ديال الحبات ديال الرمز الاكبر او لا الاصغر او لا الجوهر الهندي. المهم هنا هو راه سميتو الحقيقي ديال هذا الحجر سميتو الحجر الهندي. حنايا دابا انا سميت طيحت عليه كرمز اكبر او اصغر، شتو صافي. وغادي نستمروا بهذه الطريقه، يعني بصراحه كتجي خدمه مختلفه على بالنسبه لهذا الحجر هذا. هذا جوهر هندي كاين في هذا اللون هذا، كاين في الخضر، كاين في الموف، يعني غنوريكم اللون الاخر الموف ما عرفتو فين هو كاين، ولكن كنظن كاين الاخضر حدايا، هو كاين الاخضر ها نتوما. هذا داخل فيه الالوان، شتي هذا ذهبي، هذا ذهبي وهذا في الالوان، وكاين في الموف صافي. نفس الطريقه البنات غادي ناخذ نرجع نثبتها مزيان كما كتشوفوا. ندفع الابره هكا وناخذ حبه سيبورا وغنمشيو بهذه الطريقه هذه، وحنا غادي حتى كنكملوا الزواقه ديالنا. تقدروا ديروها غير في الجنب ديال السفيفه كتجي فنه يعني، اولا الا كان شي لبسه ديال منبته وتهودوا هادو خراط في الصدر ديالكم تهبطوه كتجي طريقه غزاله هكا. نثبتها راه ساهله ماشي شي حاجه البنات. نفس الطريقه عاوتاني نخرج الابره ديالي ها فينا وندير هذا الرمز اكبر والاصغر او لا الجوهر الهندي. انا هذا خدمت فيها البنات، هذه راه شي عام والزياده الا دخلتوا قناتي. المهم انا غنخلي لكم في اول تعليق او لا في صندوق الوصف الرابط ديال هذاك التكشيطه اللي خدمتها بهذا الموديل هذا. عرفتي البنات تفنى الصراحه. المهم دخلوا وتشوفوا كيفاش دابا خدمت هاد الحجر هذا، راه عام وزياده فاش خرج، ماشي عاد عاد يعني عام وزياده باش خرج هاد الحجر هذا صافي. غادي نعاود نثبت مزيان، ناخذ حبه ديال زمرد ونكملوا على الخدمه ديالنا وحنا كغادين صافي. نكملها ان شاء الله ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل ديالو كي داير. قبل ما تكملي الفيديو البنات ما تنسونيش باللايك ديالكم والبارطاج ديالكم، وشكرا لكم دائما ام ايمن كتموت عليكم داخل الوطن وخارج الوطن صافي. دابا غادي نحاول نكملها نبدل خيط اخر ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل ديالو النهائي. راها زوينه البنات وسهله الصراحه، يلا ما تمشيو فين انتم. الويزات ديالي كنحصلوا على هذا الشكل هذا صراحه، شكل انيق وعصري نيت بصراحه كتجي زوينه. ماشي ضروري ديروها بلا السفيفه او لا الجنب السفيفه، تقدروا تهبطوها بشي رشيمه، هبطوها بالخراط في الجلابه ديالكم او القفطان، صراحه كتجي غزاله وشكل مختلف ان شاء الله. دائما كنشكركم على التعليق ديالكم الزوين وعلى اللايك ديالكم وعلى البارطاج ديالكم، شكرا لكم. كنموت عليكم دائما ام ايمن كتموت عليكم داخل الوطن وخارج الوطن. يلا غنقول لكم تهلاو ليا فراسكم ان شاء الله مع فيديو جاي إن شاء الله. يلا مع السلامة.